اقتراح قانون الانتخاب المختلط المقدم من ممثل الرئيس نبيه بري النائب علي بزي يقوم على المناصفة بين النظامين النسبي والأكثري. 64 نائبا ينتخبون وفق الاقتراح الأكثري في الأقضية 26 الحالية، 64 نائبا ينتخبون وفق الاقتراح النسبي استنادا إلى المحافظات الخمس مع تقسيم جبل لبنان إلى محافظتين. على هذا الاقتراح وضع القوات والمستقبل والاشتراكي مع مسيحي 14 أذار المستقلين تعديلاتهم ليصبح مشروعهم كالآتي: 68 مقعدا وفق الاقتراح الأكثري و60 وفق الاقتراح النسبي في المحافظات. أما الدوائر فهي 26 قضاء الحالي مع فارق وحيد هو المطالبة بتقسيم جبل لبنان مراعاة للخصوصية الدرزية وفق التالي: الشوف علي دائرة، وأبو عبدة دائرة، والمتن دائرة، وجبيل وكسروان دائرة. الخلاف بين الرئيس بري وهذا الفريق محوره من ينتخب على أساس النسبية ومن ينتخب على الأساس الأكثري. الكتائب ترفض الاقتراحين وتتمسك بالدائرة الفردية، أي تقسيم لبنان إلى 128 دائرة، ولكل دائرة نائب، ولكل مقترع مرشح واحد. أما التيار الوطني الحر وهو المتمسك بالمشروع الأرثوذكسي فيتابع النقاش مستمعا بانتظار ما ستؤول إليه النقاشات. اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل قد يرجع إلى الأربعاء بانتظار عودة النائب مروان حمادي ممثل الاشتراكي الذي لم يشارك حتى الآن في أي جلسة. رأس السنة هو المهلة الأخيرة، ومطلع السنة يفوز أو يسقط أي اقتراح بالتصويت في الهيئة العامة، هذا إذا صدقت النيات.